السؤال الذي يتبادر للذهن في هذه الأيام، هل فعلا أثرت جائحة كورونا على حقوق الإنسان؟ وإذا كان هناك تأثيرات قد مست حقوق الإنسان، هل هذا يعني ضرورة وجود تعديلات تشريعية لمواكبة هذه الجائحة؟ فليتفضل أستاذنا الأستاذ الدكتور عبد حسين شعبان. شكرا جزيلا أستاذ سامي، والشكر موصول إلى الأستاذ عبد الجبار الطيب والأستاذ إبراهيم الحمود رئيسي جمعية الحقوقيين في البحرين وفي الكويت، وتحياتي لكل من يشاهد هذه الجلسة المهمة التي هي مبادرة رائدة من جانب الأخوة في البحرين وفي الكويت، وتحياتي أيضا إلى الشعبين البحريني وإلى الشعب الكويتي في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم إثر جائحة كورونا. أود هنا في البدء أن أقول أنني أعيش حاليا في لبنان، ولبنان تعرض إلى كارثة أخرى كبيرة جدا، وهي تفجير مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 150 إنسان، وهناك أكثر من 5000 جريح، ودفع أكثر من 300,000 عائلة أو شخص إلى العراء دون وجود مأوى، كما أن الأضرار الاقتصادية كانت كبيرة جدا وتقدر بشكل أولي أكثر من 15 مليار دولار لكي يتم إعادة الإعمار وإعادة البناء. رغم هذه الظروف، اعتزازي بالأخوة في البحرين وفي الكويت، قررت أن أحضر هذه الجلسة لكي أساهم مع نخبة وكوكبة لامعة من الأصدقاء من السيدات والسادة في هذا المؤتمر المهم وفي هذا الظرف الاستثنائي بالذات، والذي يعبر عن تضامن وتكافل اجتماعيين وتساند وتعاضد على مستوى الشعوب وعلى مستوى هيئات المجتمع المدني وعلى مستوى الأفراد أيضا. أود أن أقول أن أهمية هذا المؤتمر تأتي من عنصرين رئيسين، هما الجمع بين الحق في الصحة وهو جزء منه سياسة، والموضوع الثاني الاقتصاد. وحسنا كان قد عبر أخي الأستاذ عبد الجبار الطيب عندما قال أن السياسة عرض والاقتصاد مرض، لابد إذن من معالجة المرض ليتم تفادي الأعراض الخطيرة الناجمة عن تفشي هذا المرض واستشرائه وانتشاره. والسياسة كما يقال بتعبيرها العلمي هي خير من نفع الناس، أي منفعة الناس حسب ابن خلدون، وحسب تعريفات أخرى يقال السياسة هي التعبير المكثف عن الاقتصاد. بهذا المعنى حسنا فعلت هذه الفعالية بربط السياسة بالاقتصاد. أود أن أقول كما قالت العرب سابقا، درهم وقاية خير من قنطار علاج، وهي حكمة عربية قديمة، لأن الكثير من الهواجس الإنسانية والبشرية التي عاشها البشر منذ الخليقة، منذ ملحمة قلقامش، كانت تبحث عن الخلود، وجزء من الخلود هو البحث عن الصحة والعلاج والتشافي والشفاء. ولذلك قيل أيضا الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، والصحة بهذا المعنى هي ركن أساسي من أركان السعادة. لا يمكن أن يكون المرء سعيدا وهو عليل وهو مريض، لا بد من توفر السعادة ولا بد من توفر الصحة لكي يكون الإنسان سعيدا. والصحة أيضا ركن أساسي من أركان حقوق الإنسان. ظل البشر على مدى التاريخ يحلمون بتخطي العقبات والتحديات التي تواجه الصحة، وما تزال البشرية تعاني من كوارث
وأوبئة وأمراض وحروب. ما زال هذا القلق يهيمن على البشرية، وقد زاد هذا القلق إثر انتشار وباء كورونا كوفيد 19. ذهب ضحيته حتى الآن أكثر من 650 ألف إنسان توفيوا وأصيب بهذا المرض أكثر من 18 مليون إنسان، وما زلنا لم نكتشف فاكسين أو لقاح أو دواء لشفاء هذا المرض وللتخلص من آثاره الضارة، الأمر الذي يذكر بالنظرية الاجتماعية السكانية التي قال بها مالتوس، وفاة أو التخلص من أكبر عدد ممكن من البشر قد يؤدي إلى بقاء عدد أقل، بما يؤدي إلى السعادة، وهي نظرية تدميرية إذا جاز لي التعبير أن أقول. هذه المسألة، مسألة كوفيد 19، أعادت قضيتين رئيسيتين: مسألة الحق في الصحة، ومسألة تحقيق التنمية المستدامة، والتنمية المستدامة بجميع جوانبها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والقانونية والتربوية والدينية والنفسية وغيرها. وكما أعادت أيضا أن أي مجتمع يحقق هذه التنمية يمكن أن يكون مجتمع للرفاهية، وبالتالي مجتمع تتحقق فيه الحقوق. القلق الآن أن حتى مرور بضعة أشهر على تفشي هذا المرض، ما تزال المؤسسات الصحية بما فيها منظمة الصحة العالمية WHO ما تزال عاجزة عن إيجاد فاكسين أو لقاح أو دواء لشفاء هذا المرض. العالم الآن يحذر بعضه البعض من تفشي هذا المرض. سمعنا بالفترات السابقة، خلال السنوات السابقة، تفشي مرض إنفلونزا الخنازير، إنفلونزا الطيور، جنون البقر، قبل ذلك الإيدز، وقبل ذلك أيضا وباستمرار مع ذلك وجود أمراض ازدادت في العالم، مثل مرض السكري، أمراض القلب، أمراض السرطان، التي يذهب سنويا ضحيتها الملايين من البشر. أرجع وأقول: لماذا الحق في الصحة؟ كيف نفكر بالحق في الصحة؟ الحق في الصحة ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 25، ورد أيضا بالعهد الدولي بالمادة 9 والمادة 11، ورد أيضا باتفاقية حقوق الطفل في الفصل 27. حسب تعريف منظمة الصحة العالمية، ماذا يعني الحق في الصحة، وكيف يمكن أن يكون الإنسان سعيدا بتحقيق صحة موفورة؟ تقول منظمة الصحة العالمية: الحق في الصحة يعني الرفاهية البدنية والنفسية والاجتماعية. لابد إذن من تعهد في ثلاث جوانب: التعهد بتوفير الشروط والضمانات الضرورية لتحقيق الحق في الصحة، ثم الحماية، حماية الإنسان من التعرض للأمراض، ثم الرعاية، وهذه مسألة ضرورية إضافة إلى مسألة الوقاية. إذا كان لابد من لهذا الملتقى المهم من الخروج بقرارات مهمة وتوصيات مهمة، أعتقد أن على ميزانيات الدول العربية أن تتحول من شراء الأسلحة وتكتيسها إلى وضع ميزانيات كبيرة لجانبين مهمين: الحق في الصحة والحق في التعليم. لا يمكن لأي مجتمع أن يتقدم دون وجود تعليم يشمل الجميع، لا سيما الإناث والذكور ولجميع الطبقات الاجتماعية، ودون توفير مستلزمات مهمة للحق في الصحة، بالطبع مع توفير مستلزمات أخرى: الحق في العمل. وهذا الأمر يمكن أن نرفع به توصية إلى منظمة الأمم المتحدة وإلى منظمة الصحة العالمية لتعميمه على البلدان، لكي تأخذ بنظر الاعتبار تخفيض ميزانيات السلاح والتقليل
من تأثيرات الحروب والنزاعات المسلحة للاهتمام بصحة البشر، والبشر والإنسان هو المقياس الحقيقي، مقياس كل شيء، على حد تعبير الفيلسوف الإغريقي أوتوغوراس، يعني بما يعني أن الإنسان هو أثمن رأس مال وهو مقياس كل شيء. أكتفي بهذا القدر وأشكركم، وأرجو أن تقدرون ظروف بيروت في الوقت الحاضر والتنقلات بسبب موضوع التظاهرات التي تنتشر الآن في بيروت والأوضاع التي تركتها تأثيرات التفجير الذي حصل في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس من هذا الشهر. أشكركم مرة أخرى وأعتذر منكم جميعا فردا فردا، وأعتذر من الأخوين الأخ عبد الرزاق والأخ الحمود، الأخ عبد الجبار والأخ الحمود، بأنني مضطر لترك هذه الجلسة مع رغبتي الشديدة في الاستماع إليها، وأرجو أن تكون مسجلة لكي أستطيع أن أستفيد منها. أشكركم مرة أخرى والسلام عليكم، اعذروني، مع السلامة. كل الشكر سعادة الأستاذ الدكتور، وإحنا جميعا يعني مقدرين الموقف والوضع اللي أنت فيه سعادتك، على العكس تماما إحنا بنقدم كل الشكر والتقدير والعرفان على هذه المشاركة والمساهمة المميزة، وصراحة التي فيها كلها إثراء لنا، فمعذور سعادة الأستاذ الدكتور. طبعا الآن نرحب من جديد مع سعادة الأستاذ المحامي الأستاذ فريد غازي. سعادة الأستاذ، لو قمنا في ربط ما جاء سابقا اللي تفضل فيه سعادة الدكتور شعبان مع موضوع حساس، وهي الإجراءات التي اتخذتها الدول خلال الجائحة وتأثيراتها حقيقة على حقوق الإنسان، طبعا احنا بنتحدث على أثناء الجائحة وتأثيراتها بعد الجائحة، فطبعا نكون لك يعني من الشاكرين على المعلومات التي ستدلي فيها سعادتكم، تفضل سعادتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أتوجه لكم بالشكر الجزيل على هذه الاستضافة، ولجمعية الحقوقيين في مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة، شاكرا ومقدرا للدكتور حسان هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بيروت هذه الأيام، متمنيا له الصحة والسلامة، ولإخواننا وأخواتنا في العاصمة اللبنانية بيروت. حقيقة أبدأ من حيث انتهى الدكتور حسان في التأكيد على ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأيضا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على اعتبار بأن مملكة البحرين من الدول التي التزمت بما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما أشار في المادة 25، وكما أكدت أيضا المادة 26 ألف لكل شخص الحق في التعليم في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والعهد الدولي حقيقة اللي التزمت به مملكة البحرين من سبتمبر 2006 أيضا في ما جاء من بشأن حماية الصحة العامة في المادة 21، وأيضا في حالات تطبيق القانون اتخاذ التدابير اللي أكدت عليها المادة 22 من اتفاقية العهد الدولي بالحقوق المدنية والسياسية. لعل هذه الحقوق التي جاءت في هذه الاتفاقيات الدولية هي أصل في دستور مملكة البحرين المعدل، دستور 73 المعدل في 14 فبراير من عام 2001. وحقيقة المعدل في 14 فبراير من عام 2002 أكدت المادة 5 جيم بأن تكفل الدولة وتؤمن خدمات الرعاية الصحية، كما أكدت المادة 8 من دستور مملكة البحرين لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء
مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية، كما أكد دستور مملكة البحرين في المادة السابعة منه على فقرة ألف على أن الدولة تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين. والفقرة باء من الدستور أيضا بيّنت بأن ينظم القانون أوجه العناية بالتربية الدينية والوطنية في مختلف مراحل التعليم. هو حقيقة البحرين لما جاءت هذه الجائحة، لما انتشرت في أواخر ديسمبر من العام الماضي في الصين، وبعد ذلك بدأ الفريق الوطني في مملكة البحرين يتشكل من بداية شهر يراقب بتوجيهات سامية من سمو ولي العهد، يراقب تطورات الجائحة في العالم وأيضا في مملكة البحرين. وهذا الفريق بدأت مهامه حقيقة في مملكة البحرين لمواجهة الجائحة، نستطيع أن نحدد من شهر فبراير من عام تحديدا من عام 2020، وكذلك منذ بدأت الحياة أن تتوقف بصدور قرار بإيقاف المدارس مدة أسبوعين في مملكة البحرين في 23 فبراير من العام الحالي. وهذه الإجراءات فيما يتعلق بحماية الصحة في مملكة البحرين تبعها سلسلة كبيرة من الإجراءات التي طبقتها الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا بقيادة صاحب السمو كما قلنا الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد. وهذه الإجراءات الاحترازية متواكبة حقيقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وما دعت به مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وتوصيات منظمة الصحة العالمية، وهو ما أسهم في إنجاح الشراكة المجتمعية في مملكة البحرين للحد من انتشار فيروس الكورونا. حقيقة ومملكة البحرين اختلفت عن الدول العربية والدول الأخرى في عدم فرض قيود غير ضرورية وغير متناسبة وعدم استخدام القوة الأمنية في التوعية للمواطنين وإلزامهم، بل أن استخدمت الإرشادات والتوعية في حث الناس على البقاء في منازلهم واستخدام الترغيب والتحذير بالالتزام بالقواعد المقررة للتباعد الاجتماعي وفرض غرامات بسيطة لعدم لبس الكمام في الأماكن العامة. ولم تحظر مملكة البحرين التجول كما حدث في بعض الدول، وإنما لجأت إلى الغلق التدريجي للمرافق العامة حماية للصحة العامة بدءا من فبراير 2020، وأصدرت العديد من القيود الجزئية والبسيطة والتنظيمية لتضمن عدم الاتصال المباشر بين المواطنين والمقيمين وحظر ارتياد بعض الأماكن العامة لمدة أسبوعين في البدء فقط، ثم بدأت بفتح هذه المرافق العامة في الأسواق والتجمعات مع الالتزام بالقيود البسيطة التي تضمن التباعد الاجتماعي. ولا زالت هذه القواعد الاحترازية مطبقة رغم الفتح الجزئي لبعض الأماكن مثل برك السباحة مؤخرا والصالونات وأماكن التدريب مصطلح عليه الجيم بدءا من 6/8 الحالي. والبحرين حقيقة بتشكيلها للفريق الوطني استطاعت أن تنظم التوعية الشاملة بمفهومها الشامل في مملكة البحرين بالتعاون مع الشراكة المجتمعية بين الأجهزة الأمنية والتربوية والاجتماعية ومؤسسات النفع العام والمؤسسات المجتمع المدني، كل ذلك بقيادة اللجنة الوطنية الخاصة بمكافحة فيروس كوفيد-19 في مملكة البحرين. ونعتقد بأن بحسب المؤشرات وبحسب التطبيقات الحالية في مملكة البحرين استطاعت البحرين بالجهود الوطنية أن تحاصر هذا المرض حقيقة
وأن تعمل الفحوصات اللازمة بالمجان لجميع المواطنين والمقيمين. البحرين حقيقة راعت في مجال حقوق الإنسان، حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين، أن تقدم هذه الخدمات الصحية دون استثناء لجنس أو لون أو لأي مفهوم يناقض ويخالف حقوق الإنسان في مملكة البحرين، بل إن كل مقيم، شيخ كبير أو طفل أو صغير أو مختلف الجنسيات والألوان، أن يحظوا بالرعاية الصحية المطلوبة في مملكة البحرين. وحققت نجاحا باهرا إلى الآن في حصر هذا المرض إلى أن يكتشف له، رغم أن المصابين بالمرض في مملكة البحرين الحمد لله المتعافين منهم بالآلاف، والفحوصات تعدت 89,000 فحص في مملكة البحرين، ولازالت الفحوصات جارية إلى الآن في مملكة البحرين. أما فيما يتعلق بالتعليم في مملكة البحرين، حقيقة لابد من، كما أكدنا بأن التعليم في البحرين حق دستوري وتوفيره حق دستوري في مملكة البحرين، ولكن هنالك بنية أساسية موجودة في مملكة البحرين منذ أن سن جلالة الملك مدارس المستقبل في 2004 حقيقة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم التعليم الأساسي والثانوي في مملكة البحرين، هادفا إلى ربط جميع المدارس داخل المملكة عن طريق شبكة الإنترنت وإدخال مفهوم التعليم الإلكتروني. وهذا ساعد كثير الاستخدام المبكر لوسائل التواصل الاجتماعي والتعليم الإلكتروني في مدارس الدولة، أن يبدأ هذا التطبيق الفعلي عندما بدأت البحرين بإيقاف المدارس والتعليم في المدارس والاكتفاء بالتعليم عن بعد منذ 25 فبراير من عام 2020. هو حقيقة وزارة التربية والتعليم بذلت جهود كبيرة وعظيمة في هذا المجال على توفير الفصول المركزية الافتراضية التي طبقتها وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين، التي تضمن استمرار العملية التعليمية للطلبة من دون انقطاع، واستمرار الخدمات المقدمة عبر البوابة التعليمية والمحتوى التعليمي الرقمي. ووزارة التربية والتعليم حقيقة قدمت أكثر من 300,000 مادة تعليمية للطلبة في جميع المراحل، بالإضافة إلى الدروس المتلفزة والتواصل المباشر بين المعلمين والطلبة عبر البوابة التعليمية للوزارة، وبأعداد أيضا وبطرح هذه الدروس من خلال اليوتيوب، وحوالي رفعت 1238 درسا عبر اليوتيوب لخدمات التعليم، وعدد 382 درسا متلفزا، وعدد 78 لطلبة التربية الخاصة من فئات صعوبة التعليم والتوحد والإعاقة الذهنية البسيطة والتفوق والموهبة. كل ذلك مهد له مشروع مدارس المستقبل اللي دشنه جلالة الملك حفظه الله في 2004، ولا زال التعليم في مملكة البحرين رغم توقف المدارس حاليا من نهاية شهر جون وبداية جولاي، إلا أن جميع الطلبة في مملكة البحرين قدموا امتحاناتهم، وخصوصا الثانوية العامة من خلال التعليم من بعد، وأيضا احتساب الدروس والمعدلات للطلبة عن بعد من قبل المدارس الخاصة ومدارس الدولة الحكومية، وأتت بثمارها بنجاح وتفوق الطلبة والطالبات في مملكة البحرين وإعلان ذلك للعامة. كل ذلك
حقيقة يبشر بأن التعليم من بعد لم يأتي صدفة أو لم يأتي إثر الجائحة في مملكة البحرين، بل هنالك تمهيد مسبق، وأن البحرين تسير في طريق التعليم الإلكتروني وفي مدارس المستقبل من 2004، وكل ذلك مهد إلى أن الحق في التعليم يمشي بسلاسة في مملكة البحرين رغم الصعوبات، رغم القلق العائلي، القلق الوظيفي من قبل المدرسين، رغم ما صاحب ذلك من بعض المشكلات البسيطة، إلا أن التعليم الإلكتروني والحق في التعليم استمر. كيف راح يكون مستقبل التعليم مع استمرار الجائحة؟ هذا خيار متروك للظروف القادمة في مملكة البحرين، ولكن كمتتبع وكحقوقي متتبع لحقوق الإنسان في مملكة البحرين أجد بأن الحق في التعليم والحق في الصحة خلال الأشهر البسيطة الماضية، والحمد لله بأن هذا الحق لم يمس، بل تم تعزيزه وتم تطويره بما يكفل العديد من الحقوق، سواء كان بالتباعد الاجتماعي من الناحية الصحية أو بالتعليم الإلكتروني من الناحية التربوية والتعليمية. فمملكة البحرين قطعت شوط كبير، لازلنا في أول الطريق، لازلنا نتعلم من تجاربنا في هذا المجال، ولازال العطاء يبذل في المجالين، تعزيز حقوق الإنسان في المجال الصحي وتعزيز حقوق الإنسان في المجال التعليمي. ومثل هذه الندوات، مثل ندوة اليوم التي سوف تخرج بتوصيات إن شاء الله تعالى، سوف تؤدي إلى أن نسير في الطريق الصحيح، نستفيد من تجاربنا في هذا المجال، وأيضا تعم الفائدة داخليا وخليجيا وعربيا، لنستفيد من تجارب دولنا في مكافحة هذا المرض، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب الجميع آثاره، وأن إن شاء الله نعود ونقول كما أثر فينا الدكتور بدءا بالندوة، نعود ونفرح من جديد رغم المأساة اللي مرينا فيها بتفجير بيروت. وأسأل الله لكم السلامة جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب عموما احنا اذا في اي مداخلات او اي استفسار، طبعا زي ما خبر يعني زي ما يعني تفضل لنا سعاده المحامي الاستاذ فريد غازي على استعداد كامل طبعا، ومعانا طول هذه الندوه الشيقه والطيبه، وختامها مسك في هذه او في خلينا نحكي في الحلقه الاولى او في الحلقه الاولى، وختامها مسك مع سعاده الدكتوره بشائر صلاح الغانم، ويعني نرغب حقيقة بمعرفة وجهة نظرها في الأسس المطلوبة حقيقة لخلق نماذج ناجحة في الحفاظ على حقوق الإنسان خلال الجائحة، وماذا تحتاج التشريعات والدول لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها خلال الجائحة وبعدها. تتفضل معنا طبعا سعادة الدكتورة بشائر صلاح الغانم، حتى يعني نستفيد من رأيها ومن وجهة نظرها في هذه المسألة. السلام عليكم. أشكر جمعية الحقوقيين الكويتية وجمعية الحقوقيين البحرينية على تنظيم هذا المؤتمر، وأشكر مدير الجلسة وكذلك المتحدثين على الحديث اللي المشوق اللي تفضلوا فيه. اليوم عنوان حديثنا يتكلم عن شقين أساسيين، اللي هو حق الصحة وحق التعليم. أنا راح أركز حديثي عن حق الصحة، لأن الصحة تعتبر مطلب أساسي لأي مجتمع، وما نقدر نحن نزاول حياتنا بدون وجود هذه الصحة. كذلك مثل ما تفضل الزميل المتحدث المحامي فريد، بيّن أن الاتفاقيات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان كذلك طرحوا ونظموا مسألة حق الصحة. هذا الحق عنده معيار أساسي
وهو معيار توفير الأدوية والمستحضرات والأجهزة والمستلزمات وكذلك المستشفيات وغيرها من هذه المسائل، لأن هذا التوفير يضمن لي التمتع الفعلي بهذا الحق. وإذا احنا فحصنا موضوع الأدوية والمستحضرات والمستلزمات وغيرها، نلقى أنها في الأصل عبارة عن اختراعات، وهذه الاختراعات محمية بقانون براءة الاختراع اللي تعطي مالكها حق في استغلالها، وهذا الاستغلال يكون إما بنفسه أو عن طريق آخرين، وهو عن طريق الترخيص الإجباري. فطبعاً من الممارسات اللي في السؤال اللي تفضل فيه مدير الجلسة، أن قانون براءة الاختراع يفرض على مالك براءة الاختراع أنه هو يستغل هذه البراءة، ولأن هذه الأدوية في الأصل عبارة عن اختراعات، إحنا في ظل جائحة كورونا اهتمامنا كله في القطاع الصحي، في الأدوية، في المستلزمات الصحية وغيرها، فطبعاً في راح يكون في شح مع كثرة الطلب، فهني هذا القانون يفرض على صاحب البراءة إنه هو يضمن حق من حقوقنا وحق الصحة إذا كان اختراعه يدخل في هذا النطاق إنه هو يستغله. ومن أحد التشريعات اللي تقر حق الاستغلال هو نظام براءات الاختراع الخليجي، اللي دولة الكويت أصدرت قانون 71 على 2013 وطبقته في الدولة، وبين أحد نصوصه وهو بالأخص المادة 13 أن مالك البراءة عليه التزام أنه هو يستغل هذه البراءة خلال 3 سنوات كاستغلال فعلي وكافي داخل دول مجلس التعاون الخليجي. في حال أنه هو هذا المالك ما استغل هذه البراءة، مجرد أنه هو سجلها ومستمتع في الشهادة اللي تبين أنه هو صاحب براءة اختراع، هني راح يدخل في إطار نص قانوني آخر تكلم عنه القانون، وهو الترخيص الإجباري. هذا الترخيص الإجباري من اسمه وكلمة الإجبار راح يصير في تدخل، هذا التدخل من قبل جهة إدارية أو من قبل القضاء على حسب التنظيم القانوني في الدولة، يعطي مجال لشخص آخر أنه هو يستغل هذه البراءة، لأن هذا القطاع الطبي محتاج الأدوية، محتاج المستلزمات، محتاجها، لكن هذا صاحب البراءة متعنت عن الاستغلال، فأنا راح أدخل هنا عن طريق جانب قانوني يسمح لي أن أنا أفرض استغلال هذه البراءة عن طريق آخرين. طبعاً قانون مجلس التعاون الخليجي عطى جهة إدارية وهي الجهة المختصة مجلس الإدارة المختصة في تسجيل براءات الاختراع، هي السلطة المخولة في الموافقة على طلبات التراخيص الإجبارية. والمتفحص كذلك لنصوص القانون يجد أن تنظيم هذا البند أتى من قبل منظمة العالمية الملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية، كذلك هي أحد القنوات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، حاولوا أنهم يربطون جانب مهم وهو جانب التجارة وهو يدخل في الاقتصاد وجانب الصحة، وحاولوا أنهم لضمان تمتع صاحب البراءة بحق في الاستغلال كذلك لابد أن يحمى كذلك حق العامة، فلذلك راح يكون في تدخل وفق شروط قانونية محددة موضوعية وشخصية وشكلية، بناء عليها يتم من هذا الترخيص لطالب الترخيص. في شرطين مهمين تكلم عنهم نص المادة 19 في الترخيص الإجباري، وهم يعتبرون أسس هذه المادة. الشرط الأول إن أنا ككوني طالب هذا الترخيص، قد أكون شركة، قد أكون شخص مهتم في الاختراعات، قد أكون أنا منشأة صناعية، قد يكون أي تخصص من تخصصاتي، أو قد يكون أنا إنسان تاجر بس ما عندي أي منشأة فأسمى بطالب الترخيص،
هذا الطالب لابد أن يسعى للحصول على شروط ودية للتعاقد مع مالك البراءة. فإذا فشل هذا الاتفاق الودي ما بيني وما بين صاحب البراءة، أدخل في تنظيم وشروط هذه المادة. أضف إلى ذلك الشرط الآخر اللي تكلمت عنها المادة، وهو شرط مهم، وأن يكون وهو شرط زمني، أن مر 3 سنوات على تسجيل براءة الاختراع. يعني أن أنا ككوني صاحب براءة صاحب هذا الاختراع واليوم سجلته بناء على نص المادة 19، ما حد يجي يطلب مني الاختراع وترخيص إجباري بناء على نص المادة 19، وإن كان هذا الشيء يدخل في إطار مستلزمات صحية، لأن نص المادة 19 تفرض علي هذا الشرطين الأساسيين ضمن شروط شكلية أخرى. زين، بس إحنا الحين قاعدين نمر في ظروف صعبة، وهي ظروف كورونا، والمستلزمات الصحية والوقائية تعتبر على قائمة الأولويات لكل بيت وكل مستشفى لكل قطاع صحي. إنزين، ما في شروط تعتبر أخف من الشروط اللي نصت عليها المادة 19. نلقى أن هذا التنظيم في القانون بيّن أن استثناء على المادة 19 واستثناء على الشرطين اللي للتو طرحتهم، إذا وجدت حالة طوارئ، إذا وجدت حالة حاجة عامة ملحة في الدولة أو لأغراض غير تجارية، أنا استثناء من هذا الشرطين ويخضع للسلطة التقديرية وباستخدام كلمة يجوز، هني أقدر أني أنا أصدر ترخيص إجباري للغير، اللي هو الغير قلنا عطينا أمثلة منه راح يكون، أنه هو يستغل بالإنتاج بالتسويق أو غيره من هذه المسائل لهذه المنتجات اللي تعتبر محل براءة الاختراع، لأن السوق يطلب مني في شح لهذه الأدوية، في شح لهذه المستلزمات الصحية. زين، السؤال، ما هو المقصود في حالة الطوارئ العامة؟ ما هو المقصود في حالة الحاجة العامة الملحة؟ وما هو المقصود في حالات لأقراض غير تجارية؟ لا القانون اللي صدر من قبل دول مجلس التعاون الخليجي ولا اللائحة التنفيذية أعطوني تفسيرات لهذه المصطلحات اللي تعتبر مصطلحات مهمة في ظل جائحة كورونا، لأن منظمة الصحة العالمية أعطتني وصف أنه وباء عالمي وجائحة، لكن الدول اختلفت، في دول أغلقت منافذها، في دول أغلقت كذلك مجمعاتها، طلبت الحجر والحظر الجزئي والكلي، في دول لا عاشت حياتها طبيعية. فمعناته أن المتفاوت كلمة الطوارئ وكذلك كلمة الحاجة وكذلك أمور الأغراض الغير تجارية. إنزين، عشان نفسر هذه الأمور لازم نعرف تجارب، وهذه التجارب من دول سبقتنا استخدمت هذه النصوص القانونية في ظروف مختلفة وعطت تفسيرات لهذه المصطلحات. منها عندنا البرازيل. البرازيل كانت تعاني بفترة من الفترات من مرض نقص المناعة المكتسبة، وكان يعاني منها مواطنينها في الدرجة الأولى، فهي حاولت أن هي تراجع ما هي الأدوية المتوفرة في السوق عندها لمعالجة هذه المسألة، لأن المرض نقص المناعة المكتسبة عندها يعتبر بناء على توصيف حالة طوارئ عامة. زين، لما راجعت الأدوية لقيت أن عندها 12 دواء، 5 منهم يصنعون داخل البرازيل، والمتبقي منهم أدوية مسجلة في البرازيل لكن يتم استيرادها من الخارج، تصنع في الخارج ويتم استيرادها للبرازيل. فالحين تبي أن تكون جميع هذه الأدوية متوفرة عندها، فاللي سوته هو الآتي، شافت هذه الأدوية التي يتم استيرادها من الشركات، قدرت مع الشركة الأولى أنها توقع معها اتفاق لأن المفاوضات كانت سهلة معها، فما قدروا يستخدمون معها الترخيص الإجباري. الحالة الثانية اللي هي شركة أخرى
في تصنع هذه الأدوية تعنتت، قالت لا أنا أبي أن تشترون مني الأدوية، فقالت خلاص استخدمت في مواجهتها الترخيص الإجباري لأن قانون براءة الاختراع البرازيلي يسمح لها باستخدام ذلك، وهي في حالة طوارئ وبناء على قانون براءة الاختراع البرازيلي حالة الطوارئ هي حالة خطر، تشكل حالة خطر في الدولة وإن لم تجتاح كل مناطق البرازيل. فهني استخدمت مواجهة هذه الشركة هذا الترخيص الإجباري وصنعته في البرازيل وسمحت أنه هو يتم تداوله في الدولة. المسألة الأخرى التي تطرق لها كذلك القانون وهي حالة الحاجة عامة ملحة والقانون واللائحة التنفيذية ما عطوني تفسير لها، لكن وين صار عندنا تجربة في الواقع عطتني ملامح لهذه المصطلحات. صار عندنا في تايلاند، وتايلاند كذلك صار عندها ما يسمى بنقص المناعة المكتسبة، فأعتذر مو تايلاند، كان في أمريكا، في أمريكا كان إنفلونزا الطيور، وكانوا خايفين أن تزيد حالات الوباء عندهم في أمريكا، فيبون يحطون عندهم ستوك كافي من الأدوية، فدخلوا مناقشة ومفاوضات مع الشركة، فالشركة ما وافقت، فاستخدموا بنود الترخيص الإجباري ورخصوا هذا الدواء لتصنيعه من قبل شركة في أمريكا لأن يبون أعداد كاملة من الأدوية لتوفيرها للعامة لو اجتاح هذا الوباء أكثر وما قدروا أنهم يتصدون له بناء على استيراد لأدوية من الخارج. الحالة الثالثة وهي حالة الحصول على ترخيص إجباري لسد احتياجات وتوفير لأغراض غير تجارية عندنا اللي حصل في تايلاند. واللي حصل في تايلاند هو الآتي، إن عندهم مرض نقص المناعة المكتسبة، والدولة لازم إن تحط لها خطة وطنية لمواجهته. اللي سوته هو الآتي، تعاونت الحكومة مع إحدى الشركات ورخصوا إجبارياً إحدى الأدوية المتوفرة في الدولة ووفروا لكل مصاب بالمجان. هذا يعتبر هني إن أنا استغليت هذه البراءة المسجلة قد تكون لوطني أو أجنبي في الدولة بعوضة بناء على نصوص القانون، لكن لما أي أصنعه ما رح أبيعه على الناس، أعطيهم إياه بالمجان لأنهم يعانون، أنا عندي خطة وطنية لبكافح هذا المرض من صغير لكبير. فهذه الإجراءات المتوفرة عندي لتفسير حق الصحة من النطاق النظري إلى النطاق العملي كي يكون له وجود فعلي في أرض الدولة. المسألة الثانية اللي تطرق لها كذلك قانون براءات الاختراع لضمان حق الصحة في إطار الاستغلال هو منح إحدى دول مجلس التعاون الخليجي بحكومة من حكوماتها أو أي أكثر من دولة الحق في الاستغلال براءة مسجلة بناء على ترخيص إجباري لمقتضيات المصلحة العامة. والسؤال لكم، ما هو المقصود في المصلحة العامة؟ مصطلح فضفاض ليس له معيار محدد وإنما يعود بالنفع على المجتمع، فنقلل المصلحة الخاصة ونغلب المصلحة العامة وهي مصلحة المجتمع على مستوى اجتماعي اقتصادي صحي، هذا المفهوم والإطار العام. إنزين، لا القانون كذلك ولا اللائحة التنفيذية تسعفني في ذلك في تفسيرها. كذلك في حكم حديث صادر 2017 من المحكمة الألمانية أعطتني ملامح بسيطة لهذا المصطلح وهو مصطلح المصلحة العامة. قالت إن المصلحة العامة في إطار براءات الاختراع هو الموازنة ما بين مصلحة صاحب براءة الاختراع الخاصة مقابل لمصلحة العامة. أضف إلى ذلك
أن هذا المنتج يجب أن لا يكون له بديل في السوق. فمعناته أنا هنا رح أحقق المصلحة العامة أني أنا أرخص إجبارياً هذا الدواء عشان يكون متوفر في السوق لأنه ما له بديل. إنزين، شنو صار ظروف الدعوة اللي سمحت أن المحكمة تعطيها المجال؟ لأن في ألمانيا المحكمة هي اللي تمنح الترخيص وليس الجهة الإدارية. القضية كانت هي الآتي، إنه كان في مرض نقص المناعة المكتسبة، والدواء المسجل كبراءة اختراع هو دواء يصلح لمكافحة المرض للمرأة الحامل، الأطفال والرضاع. فالمحكمة قالت الحين أنا لو بأي أوازن هذه المصلحة العامة، هو في دواء موجود في السوق ومتوفر في السوق، بس أنا لما أي أعطي فئة الحريم اللي هم الحمل والأطفال والرضع هذا الدواء ما يناسبهم. فأنا شنو المطلوب مني؟ أني أنا أحمي المصلحة العامة، وهم صحيح فئة لكن فئة لا يستهان فيها، فمعناته في مصلحة عامة لهم، فأنا أسمح بالترخيص الإجباري لهذا الدواء لتصنيع لحماية هذه الفئة. هذه التجارب الدولية اللي صارت في متفرق من الدول تعطينا إحنا ككوننا دول مجلس التعاون الخليجي إن هي نصوص قانونية جميلة موجودة، حاولنا إن إحنا نوصل إلى مستوى وهي الحدود الدنيا الكفيلة في منظمة التجارة العالمية في اتفاقية تريبس، نزلناها عندنا في قوانيننا وضمناها احتراماً لالتزاماتنا الدولية، لكن تركيزنا دائماً في جانب الصحة يجي إلى الطبيب ومستوى الطبيب والأدوية وغيرها من هذه المسائل، لكن نغفل عن مدى توفير هذا الدواء في السوق ومدى إمكانية القطاع التجاري من إيجاد صناعة محلية لأدوية تكون مسجلة في براءات الاختراع والاستفادة من هذه الاختراعات المسجلة. فحبيت أن أنا أنقل هذه التجربة، وإن شاء الله هذه التجربة تكون مفيدة ونقدر إن شاء الله نطلع في توصيات تفيد المجتمع الخليجي إن شاء الله. دكتورة يعني كل الشكر والتقدير، وفعلا ختامها مسك، كلام طيب، كلام مميز، كلام حقيقة أنا يعني كل الأساتذة اللي تفضلوا فيه يعني استفدت منه بشكل شخصي حقيقة، معلومات شيقة، معلومات مفيدة، إثراء مستمر لله الحمد. شكرا لكم جميعا. طبعا الآن إذا في أي مداخلة أنا خبروني في مداخلة، فما بعرف أستاذ محسن إذا في مداخلة، إحنا نكون سعيدين. الأستاذ طبعا فريد غازي موجود، الدكتورة بشائر أيضا موجودة على استعداد كامل للإجابة ولأي ملاحظات. فأستاذ محسن إذا في أي مداخلة إحنا جاهزين. بسم الله الرحمن الرحيم. بحيي السادة الزملاء الحقيقة المتحدثين في الجلسة الأولى، وفي البداية أوجه الشكر والتحية طبعا لجمعيتي الحقوقيين الكويتية والبحرينية. والحقيقة موضوع الندوة موضوع شديد الأهمية، جاء في وقته تماما، يتناول موضوعات يعني نحن في أمس الحاجة إلى معالجتها. بتشرف بالانضمام إلى الزملاء في هذه الندوة، وأشكرهم الحقيقة على حسن العرض وعلى المقترحات الجيدة اللي أبداها الزملاء، سعادة الأستاذ الدكتور عبد الحسين شعبان في مقترحه بالتحول من نظام شراء الأسلحة إلى توجيه النفقات إلى الصحة والتعليم، وسعادة الأستاذ المحامي فريد غازي في استعراضه لجهود مملكة البحرين، وأخيرا الحقيقة سعادة الدكتورة بشائر صلاح الغانم، وأنا يعني بشكرها جزيل الشكر على هذا العرض الرائع وهذه الأفكار العملية، لأن احنا في حاجة الحقيقة اليوم إلى تقديم حلول عملية أكثر من مجرد التنظير الأكاديمي. نحن نواجه مشكلة، فبالتالي هذه المشكلة بتتطلب جهود للخروج بتوصيات عملية. استكمالاً لحديث الدكتورة بشائر، الحقيقة فيما أشارت إليه نظام الترخيص الإجباري بالنسبة لبراءات الاختراع
فكرة رائعة، وأستطيع أن ألتقط طرف الخيط للإشارة أو إلى اقتراح نظام مقابل، وهو نظام تراخيص المشاع الإبداعي. الحقيقة نظام تراخيص المشاع الإبداعي في مجال مواجهة فيروس كوفيد 19 ممكن يلعب دور مهم جدا من الناحية العملية في تطوير الأدوية والاختراعات والعقاقير، اللي الجهود كلها الحقيقة بتتجه إلى التوصل إليها. وكما أشار سعادة الأستاذ عبد الحسين، لأن المجتمع الدولي والمنظمة الصحة العالمية حتى الآن لم تنجح في الوصول إلى علاج ناجع لهذا الفيروس. الحقيقة أنا هركز كلمتي في ثلاث أو أربع تساؤلات. ما المقصود بنظام المشاع الإبداعي؟ كيف نستفيد منه في مجال مواجهة فيروس كوفيد 19؟ وهل هناك تجارب نستطيع أن نستفيد منها في هذا الصدد أم لا؟ نظام تراخيص المشاع الإبداعي باختصار نظام بيقوم على مشاركة المجتمع، مجتمع مستخدم الإنترنت والمنصات الرقمية، للمؤلف في إبداعه وفي مصنفاته، بحيث يكون لكل مستخدم وبيكون مرخص له من قبل المؤلف أو المخترع، بيكون له حق تعديل المصنف. مصنف هنا ممكن جدا طبعا يكون اختراع أو مصنف دوائي، تعديله وإعادة توزيعه وتداوله واستخدامه سواء لأغراض تجارية أو غير تجارية، وده بيتوقف على شروط الترخيص الصادر من صاحب المصنف الأصلي. الفكرة بتقوم على أن المجتمع الدولي، المجتمع الأكاديمي القانوني والطبي والصحي، كله يتشارك في إنشاء منصة رقمية بتعمل بنظام البلوك تشين أو السجل. وبالفعل ده تم تدشينه في فرنسا، بيعرف بنظام أوبن كوفيد، السجل المفتوح اللامركزي، بناء على تحالف العديد من المؤسسات والأكاديميات الحقوقية والصحية. بمقتضى كل مؤلف أو كل مخترع بيضع مصنفه أو بيضع اختراعه، ويكون متاح للكل. الكل هنا مقصود به مين؟ الكل هنا مقصود به المؤسسات العلمية المرموقة، الجمعيات العلمية والطبية، المختصين بالقانون. يجوز لكل هؤلاء أن يستفيدوا من هذا المصنف لتطويره وإعادة استخدامه في مقابل تراخيص متجددة، بحيث يكون الإبداع شائع للكل. إنما الحقيقة قد يثور التساؤل، إيه فايدة أو إيه مزايا هذا النظام بالنسبة للمؤلف ذاته؟ هذا النظام بيحمي المؤلف ويكفل للمؤلف. إحنا هنا عاوزين نستفيد من نظام الملكية الفكرية الحقيقة في مواجهة هذه الأزمة. المؤلف اللي بيضع مصنفه على هذه المنصة بيضمن دائما نسبة المصنف، يستطيع أن يتتبع كل أعمال التعديلات التي تتم على مصنفه، يستطيع كل مبتكر وكل باحث وكل طالب علم أن يأخذ نسخة من هذا المصنف وأن يطور وأن يزيد فيها، بحيث المجتمع بيخرج في النهاية بمقترحات محددة بالمواجهة هذه الأزمة. تحديداً إيه هي الأهداف من إنشاء هذا السجل؟ رقم واحد هو تطوير اللقاحات الوقائية، تطوير المخترعات الدوائية، التوصل إلى أفكار محددة بشكل المستلزمات الطبية الرقمية، توحيد الجهود الدولية في سبيل الوصول إلى علاج نهائي وناجع لهذا. ولهذا إذا جاز إن إحنا نقول إن نظام الترخيص الإجباري هو نظام بنص القانون واللوائح يجبر صاحب براءة الاختراع على أن يتم استغلال براءة اختراعه، ففي مقابله نظام تراخيص المشاع الإبداعي بيكون الأمر اختياري بالنسبة للمؤلف، بيحقق له مزايا مادية وأدبية كبيرة جدا، بيحقق انتشار هائل للمصنفات. لأن إحنا النهاردة المؤلف ممكن يتعرض لسرقة مجهود وعدم نسبة هذا المجهود إليه، أما في نظام المشاع الإبداعي
فبيضمن تماما ان المصنف يظل منسوبا اليه، وفي ذات الوقت بتستفيد البشريه نحن في حاله وفي وضع نحتاج جميعا الى تكاتف كل الجهود لمواجهه هذا الفيروس. بالفعل انضمت لهذه المبادره، المبادره دي صدرت عن منظمه المشاع الابداعي الفرنسيه، انضمت اليها العديد من الجامعات في امريكا وفي كندا وفي اوروبا، والحقيقه وصلت الى العديد من الافكار الجيده اللي ممكن تساعد في هذا السياق. انا بشكركم الحقيقه على حسن الاستماع، واتمنى التوفيق باذن الله في باقي الجلسات للزملاء. شكرا جزيلا. ان شاء الله. شكرا. كل الشكر سعادة الدكتور على المداخلة المميزة. وطبعا بس قبل ما يعني نرجع للدكتورة ولسعادة المحامي اللي يرغب في المشاركة، طبعا إذا في مجال تستخدموا خاصية رفع اليد حتى يعني نستطيع أن نأخذ أغلب الأسئلة. في دكتورة عندك أي ملاحظة؟ أو بالنسبة للملاحظة اللي تفضل فيه الأستاذ أشرف، تجربة وايد موفقة على المستوى الصحي والمستوى التعليمي، لأن في الوقت الحالي مع وجود أدوية في الوقت الحالي صعب، لأن هذه الأدوية تحتاج إلى تجارب سريرية، وهذه التجارب السريرية تحتاج إلى وقت طويل. هذه الأبحاث اللي هو تطرق لها في طريقة المشاع الإبداعي تسهل على المختبرات والجامعات والشركات إنها ترجع إلى هذه الأبحاث وهذه التجارب والنتائج، إنها تساعدهم وتسرع في الوصول إلى هذه الأدوية اللي تساعد على القضاء على هذا الوباء. فمشكور أستاذ أشرف على مشاركتك لنا في هذه المعلومة. وكذلك اللي تفضل فيه ذكرني في مسألة جدا مهمة طلعت على أرض الواقع مع بداية كورونا، وهي استجابة إحدى الشركات المتخصصة في أجهزة التنفس الاصطناعي في مشاركتها لتصميم جهازها الأساسي الخاص في أجهزة التنفس الاصطناعي لوضعه على موقعها الإلكتروني، وكل شخص له حق له رغبة في معرفة هذه التفاصيل يراسلهم وهم يعطونا الأمور المتعلقة في التصميم كمشاركة إبداعية وتشجيع الإنتاج وتشجيع كذلك مكافحة هذا الوباء، لأنها شركة مطلوبة وشركة ما تقدر تسد احتياجات السوق العالمي، فحاولت أنها تدخل في هذا الجانب الإبداعي بدل لا تحتكر لنفسها، عطت مجال لهذه الشركات حول العالم، ووصل لآخر مرة دخلت على موقعهم 90,000 طلب تمتد التجاوب معه، وهو طلب صراحة كعدد طلبات غير بسيط وأرقام هائلة كأشخاص لها رغبة أنها تأخذ هذا التصميم المتعلق في جهاز هذا التنفس الاصطناعي. وأشكرك دكتور على مشاركتك لنا في هذه التجربة للمشاع الإبداعي، وخليتنا نطلع كذلك ما في جعبتنا من هذه التجارب الحالية. شكرا جزيلا سعادة الدكتورة على ملاحظتك المميزة. أستاذ محسن، إذا في أسئلة أخرى وفي مداخلات أخرى. أنا إذا سمحت لي ورد سؤال. نعم صحيح صحيح صحيح. نعم نعم. أحب أني أجاوب عليه حقيقة. السؤال حول رأيي حول خيارات الطلبة في العودة للمدارس في ظل الجائحة. حقيقة طبعا طرح خيارين إلى الآن، هنالك من الطلبة من يختار العودة للمدارس، عدة خيارات حقيقة العودة للمدارس، ومنهم من يرغب في أن يبقى في البيت ويتواصل حول التعليم عن بعد، وأيضا طرحت أفكار بين فئة من أو مرحلة من المراحل تداوم في المدرسة والمرحلة الأخرى بعد ديسمبر يعني 2021، وأيضا تقليص ساعات الدوام الرسمي للمدارس بين 3 إلى 4 ساعات. عدة خيارات مطروحة، إلى الآن لم نصل إلى قرار نهائي، نسمع قرار من المسؤولين نهائي حول هذا الشأن، ولكن من المؤكد من أن عودة الطلبة إلى المدارس
وفق الإجراءات الاحترازية المطلوبة، من ضمنها التباعد الاجتماعي داخل الفصول، التباعد الاجتماعي بين الطلبة في الفصول والطرقات والساحات، إلغاء بعض الأنشطة اللي تجمع الطلبة داخل المدارس، وأيضا بالنسبة إلى الممارسات الرياضية في البحرين راح في المدارس تستبعد حاليا مؤقتا، أو بعض الأنشطة تستبعد، كل ذلك بقصد الاحتراز من عدم إصابة الطلبة. رأيي الشخصي أنا هنالك فعلا من الطلبة يرغبون في العودة إلى المدارس، وهذه ينجر مع هذا السؤال ينجر أيضا للجامعات في مملكة البحرين. لا شك من أن التواجد في المدارس والتواجد في الجامعات والاحتكاك بين الطلب بالطلبة فكريا واجتماعيا مطلوب وملح، ولكن هذا الظرف الطارئ اللي احنا نمر فيه سلامة الطلبة تأتي من ضمن أهم الأولويات في مملكة البحرين في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية في الفصول والطرقات والساحات الرياضية والاجتماعية داخل المدارس والجامعات، نشملها بالجامعات. قد يكون الجامعات المستوى الفكري للطلبة أرقى وأكبر وأوعى عن المراحل الأولى، المراحل الأولى اللي راح يكون فيها خصوصا الابتدائي، خصوصا كما يسمى اصطلاحا الكي جي اللي هي الروضات، أو الكي جي أو الأول ابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي. لا شك بأن المؤسسات التعليمية راح تجد صعوبات، من ضمنها كيف أعلم من في الروضة أو في الكي جي أو في الصف الأول التعليم الإلكتروني. سؤال صعب، سؤال صعب جدا جدا مطروح على المؤسسات التعليمية حول هذه المرحلة، ولكن هنالك حل من قبل المختص في التعليم الخاص والتعليم العام في مملكة البحرين. كل الشكر والتقدير سعادة المحامي الأستاذ على هذه المداخلة المميزة. إذا في مجال أستاذ محسن في الدكتور الطيار، دكتور صلاح الطيار، بعد إذنك إذا في مجال يدخل في مداخلته الطيبة. أنا أخوكم الدكتور صالح الطيار المحامي. سعادة الدكتور الله يسلمك. اولا اهنيكم جميعا الاخوان في الكويت والبحرين وعلى هذا الجهد المميز لهذه الندوه. كنت منتظر بس اكون اتمنى اخر المتحدثين كتعليق بسيط جدا ما يزيد عن دقيقتين. اولا طبعا الجائحه هذه اكدت اكثر من قد يعني اقتناعا من القناعه المتوافره انه الحاجه ام الاختراع، وأفرزت هذه الجائحة أفكار أكدت أيضا أن الشعوب لديها من الإمكانيات ما يمكن أن تستغل أفضل استغلال، وهذه والندوة اللي إحنا الآن بصددها أحد إفرازات هذه الجائحة. الجائحة جعلت الملكية الفردية للعلم وللأبحاث شائعة زي ما قال الأخ الدكتور. اللي أنا أقوله أنه كلها تؤكد حاجة واحدة فقط، لأن الآن القضاء أصبح أيضا عن بعد، أصبح التقاضي عندنا في المملكة العربية السعودية عن بعد ما عدا جلسات الحكم للقضاء اللي يكون أمام القاضي طبعا اللي هو منطقي. اللي أنا أحب أقوله في الآخر نقطة أخيرة، أهنيكم كلكم على هالكلام الجميل اللي في الحقيقة يعني إثراء الأفكار فيما بيننا. اثنين إن شاء الله، طبعا بكرة حتحدث على أثر الاقتصادية لهذه الجائحة، لكن اللي حتقوله إنه إحنا في أمس الحاجة إلى إعادة التواصل وتعزيز مفهوم التباعد الاجتماعي والتعاون، وهذا لازم يعني القوانين والأنظمة لا يمكن أن تحل محل المسؤولية الفردية في المجتمع على حماية المجتمع كله، لأنه كلنا عضو في هذا المجتمع. اليوم لما نيجي نشوف إنه الإبداعات اللي موجودة في أجهزة التنفس الصناعي عن طريق الإنترنت زي ما قالت الدكتورة
90,000 منتظر والريكوستد، ونشوف انه الاقتصاديين اللي بيشتغلوا. لكن اللي احنا لازم نفهمه انه الان العلاج هو مننا احنا كمواطنين، كرجال فكر، كرجال مؤسسات علمية، كمحامين، كل المسؤول في موقعه علشان يساعد صانع القرار العربي لحفظ لحفظ الأمن العام الصحي. لما نقول الأمن العام الصحي هو الأمن العام، لأنه الآن المدارس إذا تعطلت المدارس معناها إحنا تأخرنا في التعليم. لا، ما تأخرنا في التعليم. الآن التعليم أثبت إن إحنا ممكن نقفل المدارس ونشتغل عن طريق الإنترنت. والمرحوم الأمير طه بن عبد العزيز أول من أبدأ تجربة التعليم من بعد من خلال الجامعة العربية مفتوحة. أهنيكم وهني الأخوان كلهم، ما أحب أطول، ولا فضفوكم جميعا، وفقكم الله إن شاء الله، نشوف بعض، نسمع بعض بكرة بإذن واحد أحد. شكرا. شكرا سعادة الدكتور صالح الطيار على هاي المداخلة المميزة. في استفسار بعد إذنها الدكتورة بشائر؟ في سؤال إذا بعد إذنك، إذا ما عندك مشكلة يعني. تفضل. الله يزيد فضلك. يا ريت بس الأستاذ محسن بس المداخلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بكم دكتورة نعيمة الحداد، كلية الحقوق جامعة البحرين. نشكركم جميعا، بس حبيت نسأل الأستاذة بشاير، من يمنح الحق في الترخيص الإجباري في قانون مجلس التعاون الخليجي؟ شكرا على سؤالك دكتورة نعيمة، وفرصة سعيدة، وإن شاء الله نتعرف عليك إن شاء الله في الواقع. أو بالنسبة لسؤالك، تباينت القوانين في هذه المسألة، لأن اتفاقيات التريبس حطت مجموعة من الشروط، وشروط أخرى عطتها مجال للدول أنها توسع فيها أو تضيق. من ضمنها أن من هي الجهة اللي يحق لها منح ترخيص الإجباري؟ بناء على نظام براءات الاختراع الخليجي، عطت هذا الحق لمجلس الإدارة، وهو مجلس موجود في إدارة براءة الاختراع لمجلس التعاون الخليجي، اللي يتم فيها إيداع طلب البراءة. فتكون هي هذه الإدارة، وهي مخول ومقسم فيها بناء على هيكلها مجلس الإدارة، وهو اللي يمنح هذا الترخيص من عدمه. لكن في دول أخرى آثرت على البعد عن الجانب الإداري، وعطت الحق للقضاء، وهو أغلب الدول الأوروبية، لكن إحنا في هذا الجانب المجلس الإدارة. أنا بصراحة يعني تجربة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، أنا يعني لي من 2013 ندرس، تجربة حقيقة رائعة، ونفتخر يعني الحقيقة ما عنديش كل شيء في دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن في البحرين حقيقة نهتز ونفتخر. وأنا طبعا قانون دولي حقوق إنسان للدكتورة متاعي من أستراليا، فأنا يشرفني وسعيدة بهذا الشيء. لكن يعني نتمنى أن تسلك قانون مجلس التعاون الخليجي نفس ما سلكت الدول الأوروبية. عارفة أستاذة ليش؟ لأن القضاء عارفة يتكون فيه كل الحماية القانونية والحقوقية، فأنا يهمني دائما مجلس التعاون الخليجي ودول الخليج تكون في أعلى مستوى في حقوق الإنسان. ياريت بعد فترة يتم تعديله، وأنه يحدد القضاء، لأن القضاء زي ما قلت لك هو أدرى وهو أعلم بمعنى حقوق الإنسان. ورغم ذلك يعني حتى ندرس في طلبة حقوق الإنسان أن نقول لهم حقوق الإنسان، كل إنسان يتمتع بحقوقه، ولكن في حالتين توقف هذه الحقوق، أمتى؟ أمن وسلامة الوطن وحقوق الآخرين. فنحن في الفترة هذه في هذه الجائحة عندنا أمن وسلامة الوطن وحقوق الآخرين أثمن من كل، توقف حقوق الإنسان، يوقف كل شيء، لأن سلامة الوطن إن لما الشعب كله لا قدر الله أو نص الشعب يصاب بهذه الجائحة، وين حقوق الإنسان؟ لازم توقف. كذلك حقوق الآخرين، وهو الحق في الصحة والحق، يعني حقيقة القانون رائع، ولكن لازم الجميع يعرف أن في راهي حقوق الإنسان في الوقت السلم ووقت الأمور هادية، لكن نحن كأن نحن مع 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 حرب، مع حرب بس الأسلحة ليست بأسلحة، حرب خطير، وهو الفيروس هذاهي العدو والخارج السيادة، نقدر نتفاهموا معاه، لكن هذا عدو نحن مش قادرين كيف نتعاملوا معاه. فحقوق الإنسان هناهي توقف من أجل الوطن وحقوق الآخرين.
جزاكم الله كل خير. وحقيقة أنا يعني استمتعت بالجميع، ولكن إلقائك نتمنى جينا للجامعة وتعطي محاضرة حقيقة يعني أبدحتي. جزاك الله كل خير ومشكور للجميع. شكراً دكتورة نعيمة على المداخلة الطيبة، وشكراً على الإجابة أيضاً المميزة من سعادة الدكتورة بشائر. حقيقة كل الشكر والتقدير لهذه الكوكبة القانونية المميزة ودورها الكبير حقيقة في إثراء هذا الملتقى الأول، وشكراً على المعلومات الشيقة والمفيدة والتي استفدنا منها جميعاً، وأنا استفدت فيها صراحة يعني بشكل شخصي. شكراً للحضور الكرام على هذا التفاعل الأكثر من رائع. وفي هذه اللحظة طبعاً بنكون انتهينا من المحور الأول من ملتقانا الأول، والآن نرجع طبعاً اللي هو أعتقد للأستاذة شيماء. أستاذة شيماء معانا. شكراً لمدير الجلسة الدكتور سامر الزعبي على إدارته لهذه الجلسة، وكذلك الشكر موصول على متحدثين الجلسة الأولى.